اهلا يا بنات، انا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة. انا كنت وعدتكم من يومين بفيديو تفتيح فوري من اول استخدام، وانا وفيت بوعدي وهعمله لكم النهاردة. شايفين الشكل اللي قدامي جميل ازاي؟ انا بجد مرتاحة قوي وانا بعمل الفيديو ده، ومبسوطة جدا جدا ان انا بنقله لكم النهاردة، وهتستفيدوا كمان زي ما انا استفدت منه. ده ورد طبيعي او ورد بلدي، بيتشرى كده على فكرة مجفف زي ما انتي شايفة، سمع صوته كده بيخروش لان هو مجفف من عند العطار، او انتي بتشتري الورد لما يكون عندك ورد في البيت عادي وبتحطيه شوية في الشمس لحد ما يجف وتبقى يبقى عامل زي كده بالظبط، وبعد كده تطحنيه هياخد الشكل ده والملمس ده، شكله حلو طبعا. باقي مكوناتي اللي هستخدمها في وصفتي النهاردة للتفتيح الفوري من أول استخدام، عندي من معلقة لمعلقتين لبن، عندي جليسرين، عندي زيت لوز حلو كمان. قبل ما أبدأ الوصفة بتاعتي، انتوا عارفين طبعا زي ما عودتكم في كل فيديوهاتي بحب أعمل تقشير للبشرة أولا قبل ما أبدأ في الوصفة على طول. نشوف هنقشر ازاي البشرة. اولا وصفتي تنفع للايد، تنفع للقدم، تنفع كمان للوجه والرقبة. اولا هنعمل التقشير بتاعنا، بس خلي بالكو قبل ما اعمل التقشير احب اقول لكو ملحوظة هامة جدا جدا. التقشير اللي انا هعمله النهاردة للمناطق الخشنة وبس، يعني انت لو ايديكي خشنة او الركب او القدم تقدري تستخدمي التقشير ده عادي طبيعي وامن، مفيش اي مشكلة خالص، انما للوجه ما ينفعش التقشير ده. للوجه هتستخدمي الوصفة بتاعتك بتاعت الورد على طول. يلا هبدأ اخد كده حاجة صغيرة وهحط منها معلقة او نص معلقة من الملح. اوعى تنسي يا بنات اهم حاجة المناطق بس الخشنة في الجسم هي اللي يتحط عليها المقشر ده. انا خدت معلقة او نص معلقة من الملح الخشن، وهاخد عصير كمان ليمونة معاها، هنعصر الليمونة. الليمون مفيد جدا جدا للبشرة وحلو قوي للتقشير وكمان بيفتح. ياريت تعصري الليمونة كلها مش نص ليمونة، الليمونة كانت كبيرة بس شوية. انا كده عصرت الليمونة كاملة مع الملح بتاعي، وتبدأي تقلبي لحد ما الخليط يتجانس معاكي كده شوية زي ما انتوا شايفين. هتبدأي بقى تنزلي بنقطتين او نص معلقة كده من زيت اللوز الحلو، كده تقريبا حوالي نص معلقة. هتقلبي تاني كويس، وبعدين تعملي المقشر بتاعك للمنطقة الخشنة. اوعي يا بنات تحطوها على الوش خالص التقشير ده، استحالة يعني. تمام، ده بيكون شكله. يلا بينا بنات بقى نستخدم المقشر الطبيعي اللي احنا عملناه، مفيش اي حاجة مكلفة خالص في الفيديو. وعلى فكرة ممكن تستبدلي الملح اللي انا حطيته بالسكر، بس برضو يكون السكر الخشن. هنبدأ ناخد بالايد كده الخليط بتاعي متجانس وتقيل، هتعملي بحركات دائرية كده زي ما انا ما بعمل. المكان الخشن عندك هتقشريه بالشكل كده بحركات دائرية، مش سريعة، حركات دائرية بطيئة. المقشر ما بيقعدش كتير على البشرة، بتفضلي تعملي حركات دائرية كده لمدة دقيقتين او ثلاثة، وبعد كده بتغسلي ايدك عادي جدا خالص. ساعتها بقى ايدك هتبقى جاهزة تماما، او الكوع او الركب هتبقى جاهزة تماما لعمل الماسك الجميل بتاعنا، ماسك الورد. ايدينا بقت جاهزة يا بنات زي ما انتم شايفين كده بعد المقشر. نبدأ نستخدم بقى الوصفة بتاعتنا، وصفة الورد. انا اخدت الورد المجفف بتاعي وحطيته في المطحنة وطحنته، وده كان الشكل بتاعه. هاخد منه بس معلقة واحدة
اوريكوا الماسك بيتعمل ازاي، وتقدري تاخدي اكتر من كده، تقدري تعملي كمية كبيرة من الماسك وتحفظيها في علبة مقفولة في مكان جاف. اخدت معلقة، ممكن اخد كده ازود، تبقى معلقة كبيرة. خدنا معلقة كبيرة، هتحطي معاها اللبن، انا حطيت اللبن وهبدأ اقلب الخليط بتاعي كويس. مش هكمل لبن، خليه دلوقتي، لو الخليط احتاج شوية لبن تاني هحط. وعلى فكرة ممكن تستخدمي كمان اللبن البودر، مفيش اي مشكلة، يعني يا لبن بودرة يا لبن عادي طبيعي زي ده، عشان كان في بنات بتسألني على طول اي نوع لبن، مفيش اي مشكلة خالص. هتاخدي بقى نص معلقة من الجليسرين، ناخد كده بالغطا بتاعه، اخدنا نص المعلقة. الجليسرين مفيد جدا جدا للبشرة، هتحبوا قوي بنات الوصفة دي، لانها المناطق كتيرة قوي قوي في الجسم، الركب، منطقة الكوع، القدم، الايدين اللي بتكون ناشفة، تفتيح وبياض فوري من اول مرة. فاضل مكون واحد عندي اللي هو زيت اللوز الحلو، هحط منه برضو نص معلقة. بصي يا بنات، ملحوظة هامة جدا، لو انت هتستخدمي الماسك ده على وشك علشان ما يكونش سايل كده معاكي، يكون اتقل شوية، بدل ما تحطي نص معلقة من اللبن، لا خليها زبادي علشان تقدري تعملي الماسك على الوش. انا عاملاه خفيف كده لان هو هيتحط على مناطق زي الايد، زي القدم، زي الركب. تمام، يلا نبدأ بقى الوصفة بتاعتنا. اولا الايد اهي، طبعا بعد ما عملنا لها المقشر، هتبدأي بقى تاخدي الماسك بتاعك، ماسك الورد، وتبدأي تدهني كده المناطق اللي انتي حابة ان انتي تفتحيها. هيتساب على البشرة لمدة نص ساعة لحد ما يجف شوية، بعد كده تبدأي تغسلي ايدك او وشك بالماء الفاتر عادي لغلق المسام، زي ما بقول في كل فيديو، مكعبات التلج او الماء الورد زي ما انت شايفة كده، وهتسيبيه يجف. اتمنى يا بنات يكون الفيديو عجبكم بتاعي، شكرا ليكم جدا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معايا في القناة، تفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكوا على طول قبل اي حد تاني. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.